انت ابداي من هكا ولا بدك بيك انت ستوتا هيا احسن هديه ايه كيفاش معوده تقضيها وش هي احسن هديه كيفاش معوده نقضيها مش ديري عيد المراه زي ما يديروا عيد المراه في الكوزينه طيب نحب نهدي الماما يعني ماما هي قاعده تشوفي ما تكذبينيش لخاطر مداري نجيب لك هديه واللي كان بسيطه يعني حسب مقدوري يعني صراحة عيد الحب عيد المرأة كله نجيب الماما وشي أحلى هدية جاتك أحلى هدية هو مصحف خلاه الوالد الله يرحمه الله يرحمه وكانت ماما حملته قالت لي هاكي سهيلة خبي هذه أول هدية وآخر هدية من عند بابا أول حاجة استلمتها من عند بابا الله يرحمه آخر حاجة فهذه هي